السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو حنوريكم الفينيشينج and polishing tools that you're going to use ل composite restoration لكل كلاس. في هذا الفيديو حنركز على الفينيشينج and polishing tools that you're going to use في class 1 and class 2 restorations، والفيديو اللي بعد كده حيكون focusing على class 3, 4 and 5 restorations. قبل ما نبدأ نتكلم على التولز، مرة 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 شيء مهم إنه we contour the composite as much as possible, the best يعني anatomy as possible قبل ما نسوي curing، يعني نسوي contouring للكومبوزيت، we create anatomy، نتأكد ما فيش excess around the margins، نتأكد ما في overhang. طيب يعني نضبط البروكسيمال كونتور مظبوط، الاوكلوزال كونتور، الاناتومي مره كويس قبل ما نسوي كيورينج. كده يصير خطوه الفينيشينج اند بولشينج ما حتاخذ وقت، it will take like 5 or 10 minutes، بدل ما انتو you just put a blob وتعتمدوا على الفينيشينج اند بولشينج to create anatomy. اوكي okay. It will take longer time up to like 45 minutes or an hour while you are finishing and polishing the restoration. Okay, if it's very important, take your time placing a composite, contouring it, creating anatomy before you cure عشان ما يطول معاكم خطوة الفينيشينج and polishing. Okay, أول حاجة let's start with the diamond points. Okay, a diamond points تجي بأشكال مختلفة وألوان grit مختلفة. زي ما قلنا هذا اليلو it is more fine, الريد is more coarse. We're mainly going to use اليلو بس ممكن نستخدم الريد حسب الانديكيشن. اوكي البلو هنا حطيناها بس عشان تفرقوا انه you can see that the blue is coarse, the blue is cutting. اوكي the blue is used بس للبيفلينج، ما نستخدمه للفينيشينج اند بولشينج. This is very important. اوكي فهنا حنستخدم هذه. زي ما انتم شايفين تيجي بأشكال مختلفة وأحجام مختلفة. فدحين إيش أحسن شيء نستخدم لكل كلاس؟ غالباً تكون الدايموند بوينتس هاي سبيد زي ما احنا شايفين. هنا دحين مثلاً عندنا الراوند في كلاس 1 كيف حنستخدمه؟ أوكي حنحط البير in the groove عند الفصة حنحطه. أوكي and then we're going to go كده in a light pressure مرة ضغطة خفيفة. هذا إذا كان عندي رفنس في الجروفز هنا وهنا. تمام؟ اللايت بريشر اللي بنتكلم عنها كيف؟ إنه أنت دحين ما تضغطوا بقوة كده، يعني ما تسوي كده وأنت بتسوي الفينيشينج. أوكي يو جوينغ تو دو لايت تاتشز. طيب عشان إحنا وير جاست ريموفينغ إكسس، وي دو نوت وانت تو ريموف بارت أوف ذا ريستوريشن. أوكي؟ نفس الشيء في كلاس 2، عندنا هنا كلاس 2 ريستوريشن. وير جوينغ تو ليف ذا ريدج. أوكي؟ ونبدأ هنا عند الفصة هنا. أوكي to create the فصة وحنيجي ونيجي على بقية الريستوريشن. أوكي هذا بس إذا كان في مشكلة في الجروفز إنها رف. طيب تاني instrument we're going to use is either the short flame or American football. أوكي على حسب شكلها. هذا مرة مهم إنه how we hold the instrument هذه في الريستوريشن. طيب يعني مثلا عندنا هنا في كلاس 1 هنا كيف حنحطه؟ حنحط التيب، شايفين التيب؟ حنحطها في السنترال جروف. هنا حنحط التيب في السنترال جروف ويكون البير 45 ديجري كده على الكسب. And then you're going to go around the cusps. اوكي كده برضو حنبدأ من الفصة نمشي كده around the cusps. بعد كده حنمشي من اللينجوال. اوكي برضو شايفين كيف كده around the cusps. ما نبغى نميله مرة، لو ميلناه كده we're going حناكل الكسب كله، فاحنا ما نبغى، لا نحطه كده للتقريب. اتخيل انه هذه الكسبات حقتي، فانا حامسك الدايموند بوينت هنا في السنترال جروف، هحطه على السنترال جروف واميله على حسب السلوب اوف ذا كسب. بعد كده اروح الجهه الثانيه حاميله للسلوب اوف ذا الكسب الثاني. اوكي بدي الطريقه. هنا عندنا برضو مثال في كلاس 2. اوكي
حنمسك برضو جبنا بدي الطريقة هنا 45 degrees وحنمشي حوالين الكسب. بعد كده we're going to go from the lingual 45 degree حوالين الكسب. هنحطها كده ونمشي حوالين الكسب like this حوالين الكسب. حتى هنا في الدستل نمشي زي كده in light touch. الجهة الثانية light touch. اوكي نفس الطريقة نفس الطريقة في class 1. اوكي we're going to place diamond point زي كده نمشي at the tip في center groove ونمشي حوالين الكسبس. go from the lingual around the cusp. فكده احنا نستخدم الفوتبول طيب الامريكان فوتبول or the short flame. بعد كده نقدر نستخدم الفليم حسب الاكسسبيليتي للريستوريشن. اوكي نفس الشيء بهذه الطريقة انه نخلي التيب in the groove هنخلي التيب in the groove وحنمشي حوالين الكسب. بس غالبا في الكلاس 1 و 2 اوكي حيكون اسهل نستخدم الامريكان فوتبول. بس it depends زي ما قلنا على الاكسسبيليتي واللوكيشن. اوكي هذه كده في كلاس 1. بعد كده بالنسبه لكلاس 2 مرة مهم لما نيجي نسوي فينيشنج لكلاس 2 إنه ما نيجي على الريج عشان ما يتشال المارجنال ريج. أوكي وي كم هنا عند الفصة. أوكي and then we move this way. قولي مثلا عندنا في البروكسيمال كان في إكسس we can remove it very gently. أوكي بس غالبا we use a needle. أحيانا في البروكسيمال we need a needle diamond point. okay a needle diamond point عشان نشيل الاكسس من البروكسيمال ليجن. عندنا هنا الكلاس 2 very gently ما ندخل جوه البروكسيمال. يعني هنا عندنا البروكسيمال هنا ما ندخل جوه البروكسيمال ما ندخل زي كده بعدين نشيل الكونتاكت. لا حنمشي كده in a very light touch very light touch هنا. okay او very light touch عشان نضبط الكونتور وننتبه زي ما قلنا ما نشيل الكونتاكت we want to preserve the contact. okay وبس نشيل الاكسس. okay النيدل ما نستخدمها في الاوكلوزل هنا عشان حيسوي لنا زي كده خندق ما حيزبط حيسوي لنا زي خندق وما حيدينا نفس شكل الاناتومي اللي احنا نبغاه. في بعض الحالات لما يكون عندي overhang proximal اوكي احنا قلنا قبل كده ممكن نشيلها بالنيدل بس ممكن في finishing strips ممكن نستخدمها برضو بس هذه when we use it برضو we need to use it with caution عشان ما نطير الكونتاكت. اوكي هي تيجي strips اوكي تيجي بألوان مختلفة حسب الشركة بعضها يجي كلها نفس الجريت بعضها يجي grits مختلفة في نفس strip. اوكي فهذه متى نستخدمها ممكن نستخدمها to remove the overhang في class 2 or class 3 and 4. okay فحنشرحها هنا. طيب لما نيجي نشوف عندنا الفينيشينج ستريب okay نقدر نشوف انه عندنا different grids اللي من النص هنا it's ما فيها اي شيء طيب it's smooth عشان نقدر ندخلها بين الاسنان. okay بعد كده كيف حنسوي حنسحب باتجاه الجريت الأخشن طيب وبعد كده نبدأ نسوي finishing in an S motion okay أو sewing motion. أهم شيء إنه نتأكد إنه تكون الفينيشينج strip تحت الكونتاكت عشان ما تطير الكونتاكت. بعد كده we go to the other side okay عشان نسوي finishing من الجهتين. بعد كده بعد ما نخلص نسحبها تاني للميدل
اوكي ونسحب للاريا اللي فيها الجريت النعم. طيب بعد كده نسوي برضو finishing in an S motion، وزي ما قلنا نتأكد انها تكون sub contact. هنا بس حطلعها شوية بس عشان تشوفوا كيف الحركة، اوكي بس احنا زي ما قلنا لازم تكون تحت الكونتاكت عشان ما تطير الكونتاكت. بعد ما نخلص finishing from both sides، اوكي نسحبها تاني في النص، اوكي and we remove the strip. اوكي so this is how we use the finishing strips. Another tool that you can use interproximally, بس برضو you need to use it في class 2 with care عشان ما تطير ال contact. Okay. إذا كان في excess interproximal، بدل ما نستخدم النيدل نستخدم ال finishing and polishing discs اللي موجودة هنا قدامكم، بس هذه حنشرح تفاصيلها في الفيديو اللي بعده حق ال finishing and polishing tools for class 3, 4 and 5 composite restorations. بعد كده for polishing class 1 and 2 composite restoration في عندنا different rubber points. Okay. حنبدأ with this shape. Okay. شكله برضو كده زي الفليم or like a torpedo. We're going to insert it. It's a low speed. ال polishing tools or instruments are low speed. فحنحطها في low speed handpiece. Okay. نتأكد إنها stable. بعد كده مثلا هنا في class 1 نفس الطريقة we're going to put it in the groove 45 degree كده شوية and then we're going to go around the cusps. نفس طريقة ال finishing يعني ال polishing is just making the surface lustrous. Okay. ما حيشيل this instrument will not remove anything it will just make it shiny. Okay. فنمشي كده حوالين الكسبس. Okay. نفس الطريقة لكلاس 2 restoration. برضو ما نجي على الريدج، حنيجي على الفصة. We're going to go around the cusp. هنا. هنا. Around the cusp. هنا برضو ما ننسى الدستل. دي الطريقة. Okay. فزي ما قلنا بالنسبة للفينيشينج نفس الشيء في polishing you're just gonna place it in the central groove and go around the cusps كده بعدين on the other surface. دي الطريقة. ممكن كمان نستخدم cups. Okay. ممكن نستخدم الكب for polishing. كيف حنستخدمه؟ إنه the same thing هنا الطرف الكب هو اللي حيتحط في central groove and you're going to go around the cusp زي كده around the cusp هنا زي كده around the cusps. Okay. بالنسبة class 2 نفس الشيء you're going to go around the cusp. ممكن برضو تسووا هذه الطريقة في any roughness you do this motion كده. نقدر مو بس نروح كده حوالين الكسب ممكن كمان ننعم كل الكسب حسب the size of the restoration. بعد كده عندنا الويل هذه نفس الشيء في class 1 حتكون هذا في central groove حيكون في central groove وحنمشي كده على الكسب to finish it. نمشي على الكسب to polish it. Okay. نمشي على الكسبات. Okay. سواء في class 1 أو class 2. كل الانسترومنتس اللي موجودة عندنا سواء حقة ال finishing or the polishing حسب ال surface اللي احنا بنسوي له finishing and polishing. ف we use it according to the surface. فهذا بالنسبة لكلاس 1 وكلاس 2. في الفيديو اللي بعده حنشرح الفينيشينج والبولشينج تكنيك لكلاس 3 و 4 و 5 وهي اللي حنستخدم فيها الديسكس اللي شايفينها هنا فحنشرحها في الفيديو اللي بعده. Thank you very much and see you in the next video.